وللحديث أكثر عن حالة الترهل الوظيفي مع قرب إقرار الموازنة الجديدة في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي. حياكم الله أستاذ إبراهيم. تحياتي، الله يخليكم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة، الله يخليكم. أهلا بك أستاذ إبراهيم. احتجاجات حاشدة شهدتها عدة محافظات ضد سلم الرواتب في الموازنة الجديدة. السؤال، لو طبقت الحكومة العدالة المالية في توزيع الرواتب، برأيك هل كانت لتخرج هذه التظاهرات؟ أو شكرا جزيلا. الحقيقة هو التوزيع، لا يوجد هو توزيع عادل أصلا، لا في موضوع سلم الرواتب ولا في موضوع الخدمات الاجتماعية. السلم يعني موضوع الرواتب المفروض يرتبط بالإنتاج، في قوى منتجة تريد تسير أمورها في المجتمع، في دورة رأس المال هناك مواد تنتج وتعد للتصنيع وتكفي رغبة وحاجة المجتمع، الناس اللي يعيشون، وترجع بمردود مادي مالي محسوب إلى خزينة الدولة العراقية، وبهذا تكون الدورة المالية بين بضاعة و نقد وإنتاج وبضاعة ونقد وهكذا. لكن هذا ما موجود، إحنا عندنا لا عملية إنتاج، وحتى المصانع اللي كانت موجودة في العراق في العهود السابقة هذه تم تدميرها تماما وإيقافها عن العمل. فبالتالي كل الناس اللي الآن عم يوظفون في دوائر الدولة يعانون من البطالة المقنعة. ربما هناك من هو حصل على وظيفة لكنها بدون عمل، يعني الدوائر تضطر إلى أن تعطل جزء من العاملين خلال الأسبوع يوم أو يومين بعض العاملين والموظفين، وهكذا تتم العملية والسكوت عن عملية تدمير الإنتاج وإغلاق المصانع اللي كانت تعمل وتنتج. وعلى هذا الأساس الدولة تركن إلى موضوع الاستيراد وليس الإنتاج، يعني ولا هناك إنتاج حتى ممكن أن تصدر الدولة هذا الإنتاج حتى تجني مقابل العملة الصعبة. الدولة تعتمد على الاقتصاد الريعي اللي هو النفط وربما الزئبق، وهذه الأموال تتعرض للسرقة وللنهب وللتجاوزات اللا مشروعة والإثراء اللا مشروع، وهذا ساري في الحقيقة على جميع الوزارات اللي شكلت خلال العهد الجديد بعد الاحتلال. ولا يوجد هناك أي آفاق تطور في المجتمع العراقي سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الخدمات الاجتماعية على أدنى تقدير. نعم، يعني الدولة ماشية باتجاه خاطئ تماما. يعني طيب، هذا الاتجاه الخاطئ أستاذ إبراهيم، هذا الاتجاه الخاطئ الذي تتحدث عنه، هل هو متقصد؟ هل هناك تقصد في إفشال يعني هذه الخطط الاقتصادية والمسار الاقتصادي؟ هل هناك فساد أم أن هناك تواطؤ لربما في تفشيل هذا النظام؟ هناك تواطؤ وهناك خطة مسبقة موضوعة من قبل دولة الاحتلال الكبرى والدولة الاحتلال التابعة الأخرى أن العراق لا ينبغي أن ينتج، فقط عليه أن يستورد، وفقط عليه أن يبذر في ثروة الشعب العراقي، وتدفع هذه الأموال رشاوي وتنهب مباشرة من خزينة الدولة وحتى من البنك المركزي مباشرة، ولا توجد توجيه دينار واحد نحو الإنتاج، يعني شراء آلة منتجة في العراق لا يوجد، يوجد فقط نهب هذه الأموال والاكتناز، وهناك من هو في يوم ما لا يملك حق أن يشتري سترة شاكيت يلبسه، أصبح الآن يملك العقارات الموجودة في جميع بلدان معظم بلدان العالم، ويمتلك في البنوك مليارات دولار. طيب سيد إبراهيم، لكي نبقى في موضوع التوظيف، برأيك هل المحاصصة
هي الأساس في موضوع، يعني تلعب دور الأساس في موضوع التعيينات الحكومية؟ هل هي حاضرة فعلا؟ وهي نعم هي الأساس المحاصصة، ويتبع المحاصصة أيضا المحسوبية والمنسوبية. السياسيين الذين يستولون على مقاليد الأمور يلتزمون باحتواء المقربين ثم المقربين، ربما الأولاد والبنات والعمام وأولاد العمام والأقارب والعوائل هي اللي تستفيد الآن من الوظائف، وتستفيد من أموال العراق، وتستفيد من التعيينات، هذه التعيينات الشكلية. ما مدى تأثير الفساد عادة في تحويل التوظيف إلى حالة الترهل الوظيفي الذي بات كما تعلم يستوعب قرابة 6 ملايين موظف؟ بالتأكيد، لأنه إذا كانت آلة الإنتاج غائبة غير موجودة، فما معنى التوظيف؟ ماذا يعني التوظيف؟ التوظيف معناها هناك أدوات منتجة، آلات منتجة يقف عليها استاف من البشر المتساوين في الحقوق والواجبات، يعملون وينتجون، وهذا الإنتاج يورد عملة صعبة للبلد، ويكتفي البلد بحاجته من هذا الإنتاج أصلا. هذا غير موجود. الموجود فقط هو إمكانية حصر التعيينات والوظائف مثلها مثل أعضاء البرلمان الذين يحصرون في الفئات اللي مهيمنة على نظام الحكم، مهيمنة على الدولة، تسير الدولة مثل ما تريد، تسن قوانين منفصلة على قدهم هم وعلى قد قياساتهم هم. فلا يوجد، الشعب العراقي غائب، وهذا الفتاة اللي يتكلمون بدعم الأشخاص اللي بحاجة ودعم المجتمع ومن هذه الأمور والتسميات، هي في الحقيقة فتاة يعني من لا تعني شيء عندما تذكرها. إذا شخص قاعد بطال أو عاطل عن عمل يدفعوا له 150 ولا 120 ألف دينار بالشهر، هذه لا تعني شيء في الحياة العامة في ظروف المعيشة القائمة الآن، يعني لا تعني شيء. والتوظيف هو توظيف وهمي، توظيف بطالة مقنعة. أنا يعينوني موظف وأخذ يمكن 500,000 ولا 1,000,000، لكن ما عندي وظيفة أقوم بها، هذه بطالة مقنعة، وهذه لها حدود معينة. متى ما استنزف البلد ثروته، هذا المجتمع سيبقى مجتمع محطم، مجتمع فقير، مجتمع أصلا هو بلا خدمات. تتصور أنت هذا العراق العظيم وفيه ثروات المياه الكبيرة، إحنا بدون مياه للشرب، إحنا بدون كهرباء. إذا واحد عنده ورشة نجارة ينتج كراسي ولا ينتج حداد، ينتج شيء ما، لا توجد كهرباء حتى يقدر ينتج في هذا الخصوص. المريض ممكن أن يموت، يواجه الموت ولا يستطيع أن يتعالج، لا توجد علاج مجاني للناس. إلى أين يتجه هذا البلد؟ طيب، يتجه إلى المجهول. نعم أستاذ إبراهيم، سريعا لو سمحت لي، هل يمكن للموازنة أن تحرز تقدما على المستوى الاستثماري والخدمي أيضا في ظل استهلاكها في نفقات تشغيلية متمثلة كما تعلم في رواتب موظفين تأكل المناصب العليا ثلثها تقريبا؟ أولا لا يمكن هذا إطلاقا، يعني تطوير البلد ولا مشاريع إنتاجية مطلقا، لأنه هذا البلد يعاني من مشكلة عدم الثقة. لا يوجد من يجازف بأمواله ويأتي ليؤسس مصنع لإنتاج الغزل والنسيج مثلا، يعني هناك عصابات تبتزه وتصادر حتى أمواله، أموال الدولة صدرت تماما، يعني هناك الدول تسطو الآن على أموال الشعب العراقي وتنهب ثروات وخيرات البلد. فمن الذي ينتج؟ الدولة غير متوجهة للإنتاج، الدولة تدعو الدول العظمى أن تستثمر في العراق، ولكنها ماذا تستثمر وفق هذا الجو المفقود فيه الأمن والأمان؟ من يستطيع أن ينشئ مصنع ينتج أي شيء من أي سلعة؟ نعم، شكرا. لا توجد أي آفاق.
شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي، شكرا جزيلا لك.